السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. مين معي؟ من معك اسم مكتوب، يعني ما بتفتكره؟ لا والله مش قادر أقرأ بطريقة جيدة أختي. زينة. زينة، كيف حالك يا زينة؟ الحمد لله بخير. أنت سنية ولا شيعية يا زينة؟ سنية. طيب، تحبين عن شو نتكلم يا زينة؟ طبعا أنا بدي أسألك، يعني تفضلي. مش بديش أناقشك، لأنه للأسف يعني تفكيرك محدود. اوكي ليش يا زينة؟ وانا اللي ناقصة عقل ولا انت؟